أنصت، أنصت إلى الناي يحكي حكايته، ومن ألم الفراق يبث شكايته. منقطعت من الغاب، والرجال والنساء لأنين يبكون. أريد صدرا مزقا مزقا براحه الفراق، لأبوح له بألم الاشتياق. فكل من قطع عن أصله دائما يحن إلى زمان وصله. وهكذا غدوت مطربا في المحافل، أشدو للسعداء وأنوح للبائسين، وكل يظن أنني له رفيق. ولكن أيا منهم السعداء والبائسين لم يدرك حقيقة ما أنا فيه. لم يكن سري بعيدا عن نواحي، ولكن أين هي الأذن الواعية والعين المبصرة؟ فالجسم مشتبك بالروح، والروح متغلغلة في الجسم، ولكن أنى لإنسان أن يبصر تلك الروح؟ أنين الناي نار لا هواء، فلا كان من لم تضطرب في قلبه النار. نار الناي هي صورة الخمر وحمى العشق. وهكذا كان الناي صديق من بان، وهكذا مزقت ألحانه الحجب عن أعيننا. فمن رأى مثل الناي سما وترياقا، فلا كان من لم تضطرب في قلبه النار. نار الناي هي صورة الخمر وحمى العشق. وهكذا كان الناي صديق من بان، وهكذا مزقت ألحانه الحجب عن أعيننا. فمن رأى مثل الناي سما وترياقا، ومن رأى مثل الناي خليلا مشتاقا، إنه يقص علينا حكايات الطريق التي خضبتها الدماء، ويروي لنا أحاديث عشق المجنون. الحكمة التي يرويها محرمة على الذين لا يعقلون، إذ لا يشتري عذب الحديث غير الأذن الواعية. أنين الناي قصيدة لمولانا جلال الدين الرومي، ترجمها عن الفارسية زهير سالم، وأنا ألقيها لكم بصوتي محمد الغزوي. أطيب المنى أيها الأحباب، وإلى اللقاء. تحية خاصة إلى أصدقائي على صفحتي على الفيسبوك. إلى اللقاء.